قبل مع طبعا هبة الكمبيوترات في الكمبيوتر ديسك في البيت، وتالي صار عندنا اللابتوب، ومنها جينا على الايباد، والحين طبعا الموبايل. والموبايل طبعا صار مو بس بيد الكبار، حتى الصغار صار فيه هوس في هذا الجهاز. طبعا بلشنا مثل ما قلنا ايضا بوسائل التواصل الاجتماعي، من الفيسبوك الى تويتر الى انستغرام وسناب شات، والله يعلم طبعا في ايضا يمكن مواقع ثانيه احنا ما ندري عنها، واكيد جيل الشباب يمكن ايضا يعرف عنها اكثر. الحاصل في الموضوع انه فعلا صار هوس. ليش؟ لان احنا ما نشوف في هاتف، الهاتف الذكي هذا، من غير ما يكون في احد وسائل التواصل الاجتماعي هذه، من غير هذه التطبيقات اللي تسمح بالتواصل طبعا بالتاكيد عبر شبكه الانترنت. اعتمادنا صار عندنا يمكن وقت كثير احنا نحس بانه وقت فاضي، لكن المفروض ان نشغله في شيء مهم، لكن قاعد نقضيه قدام شاشات الهواتف، وصار البعض فعلا عنده ادمان على هذه المواقع. اكيد عبد الرضا، ويعني غيرت مواقع التواصل الاجتماعي الكثير من عاداتنا ومن طبايعنا، وصارت التكنولوجيا جزء لا يتجزأ من حياتنا، وصار مثل رفيق الدرب مثل ما يقولون في كل مكان، وزمان ما نقدر نستغني عنه. بفضلها اكتشفنا سلوكيات جديدة، البعض منها غريبة، وبعض الآخر منها مو منطقي ولا عقلاني، وبعض الأشياء مقبولة، وراح نتكلم أكثر عن هذا الموضوع. يسعدنا أن نرحب بالأستاذة جليلة الحمدان، استشاري الجودة الدولي، ولكن بعد هذا التقرير. مشاهدينا شفنا التقرير مع بعض، صراحة تقرير جدا جميل، يعطيهم العافية الإخوان. ونرحب بضيفتنا جليلة الحمدان، أهلا وسهلا فيك، حياك الله منورتنا. صبحكم الله بالخير، وسعيدة جدا أن أنا معكم. وسهلا، وإحنا أسعد أكيد. يعني شفنا مع بعض التقرير في الأونة الأخيرة، صارت التكنولوجيا وخصوصا مواقع التواصل الاجتماعي جزء مهم من حياتنا، ويعني شيء أساسي، بس وصل إلى الهوس في مجتمعنا، يعني على جميع المستويات، مو بس على مستوى الشباب أو المراهقين، ولكن الكل. فنبي نعرف شنو السبب هذا الهوس يعني في السوشيال ميديا، ممكن مو شرط برنامج معين، هناك الكثير من البرامج. نعم، سبب الهوس ورود، أنت عندك شركات تتنافس. نعم، شركات كثيرة، كل شركة قاعد تطلع برنامج عشان تستقطب صحيح اكثر مستخدمين عندها، فهذه بالنسبه لها ارباح ومنافسه واعلان ودعايه صحيح. بس انا مؤخرا قريت دراسه عن سكان الكويت ان يستخدمون مواقع التواصل الاجتماعي من ساعتين الى 3 ساعات يوميا. نعم، للشخص الواحد. ليش؟ لانه يمتلك اكثر من هاتف. لا، لانه يمتلك اكثر من هاتف. قصدك اكثر؟ إيه، يمكن على تليفون واحد ساعتين الى 3. فانت هذا هني احنا الجوده عندنا اللي هي انك تتوازن في امور حياتك. سبب الهوس انه ما في توازن في امور الحياه، فاعتقد انا هو هذا سبب الهوس. ماكو تنظيم ابدا، يعني لو انت ورد عندك وقت تقعدين على التليفون وايد، ما انت يعني مشغولين. انا احس انه يعني طيب شنو السر وراء عدم التوازن هذا؟ انا قلت لك الا هو عندهم يمكن ضغوط نفسيه، مشاكل عمل، يعني فتره، يعني الفتره هذه هو ما ينجز فيها، في غيره مثل الحين انتم قاعد تنجزون عمل، في غيركم الحين قاعد بس مثلا الفترة ممكن يكون دلال مو ضغط نفسي، يعني احنا شعب مدلل. والله كان زين احنا مدللين وعندنا رفاهية. لا نعم، احنا لان عدد التليفونات، لان كل شخص يمتلك اكثر من تليفون، هذا يدل على الدلال. لحظة، بالاستديو هني كل واحد عنده تليفون لا طبعا 2 و3، فهذا الشيء يخلي الواحد يزيد في انه يستخدم السوشيال، وهذا يخرب توازني في الحياة. يعني انا لازم حياتي الاجتماعية العائلية الاسرية العملية لازم اوازن، يعني انا عندي طول يومي. نعم، عندي هل يعني الشغلات، فما يصير عندي وقت. يعني انا لاحظ نفسي انا يعني جزء جدا بسيط يعني في السوشيال ميديا، يعني ما عندي تواصل يعني. هذا انت احنا ولا لا؟ الحمد طبعا نعيش في دوله رفاه اجتماعي، والحمد لله في خير ونعمه، ونشوف ان الكثير فعلا يعمل وبجد ويبذل كل ما في جهده، لكن يمكن خلينا نقول الموجه قاعد تصير عند بعض الشباب الذي لعله ما يعرف شلون يستغل وقت فراغه، مع ان ايضا احنا عندنا مثلا امس كان يوم الشباب وغيره. ابي هني، هل بعض الاسر هي قصر في توعية أبنائهم في تناول وسائل التواصل الاجتماعي؟ نعم، شوف هذه احنا في الايزو، احنا في الجودة عندنا الايزو 9001، عندنا بند جدا مهم اللي هو الوقاية من الأخطاء، اللي الحين صار بند إدارة المخاطر عندنا. تمام، انت عندك في البيت مخاطر مالية، يمكن عيالك او احد في البيت يبدا يطلب شيء بدون علمك، عندك مخاطر أخلاقية، يشوفون اشياء اللي هي مباحة، مخاطر اجتماعية، صار عزلة، صار ما في خلط، يعني يقعد مع الأهل، دواء
الديوانيه تشوف الشباب قاعد يقل التواصل. اي قاعد تقل اللي هي التواصل فوق كل هو هذا. للاسف يزيد التواصل الاجتماعي اللي هو على السوشيال ميديا، لكن في الواقع الفعلي نعم التواصل هذا نعم هذا اعلام جديد احنا نسميه هذا الاعلام. هم بنظرتهم الحين هذا الاعلام اللي هو الجديد، فبدا ياخر يمكن حتى من انهم يعني يشوفون مثلا تلفزيون مسلسل، صار كله عن طريق اللي هو جهاز التليفون. فانت عندك حتى يعني قام يصير فيها تدخل فيها اشياء تضلل حتى في الدين، يعني في سلوكيات معينه. فهذه مخاطر. دور الاهل هني شنو يا جماعه؟ احتضنوا شبابكم، حاوروهم، خلوهم يعرفون اللي هو الصح من الخطا. انت لما تجاب لعيالك وتقعد تعلمهم وتاسس، لان احنا وعينا في جيل ما كان كذي استاذي. نعم. احنا وعينا في جيل يعني كنا نلعب ونطلع، كان يومنا لعب. صح والله، يعني حتى بالعطله يعني اهلنا يشترون لنا العاب، الحين لا، انت تحب ولدك ولا بنتك اشترى تليفون. الزمن تطور، التكنولوجيا تطورت، بس يعني الدراسات تقول ان اكثر شريحه استخدام طبعا لهذه البرامج هم فئه الشباب. فشنو مدى تاثيرها على المراهقين؟ هل هو يعني قضى على وقت الفراغ اللي قبل كانوا يعانون منه؟ نعم. وطبعا وقت الفراغ المعروف اذا زاد عن حده يصير تصير امور طبعًا يعني سلبيه على طبعًا المراهقين او الشباب. فهو من ناحيه ايجابي، ولكن اذا استخدمناه بطريقه ايجابيه. بطريقه ايجابيه ولاش رايك؟ صحيح. انا طبعا من رايك، لكن الحين اول الاب يعرف ولده يطلع مع منه يقعد مع منه. انت الحين ولدك عندك في البيت ما تدري منه هم اساسا اصدقائه. فانا قريت دراسه بريطانيه تقول ان المراهقين من سن 10 سنين الى 17 سنه اللي يكثرون من استخدام الوسائل اللي هي التواصل الاجتماعي، التطبيقات هذه، يقل عندهم اللي هو التفكير التأملي. يعني شنو التفكير التأملي؟ اللي هي أعلى درجات التفكير، يعني الواحد يشوف المشكلة، يميز الجيد من الرديء في كل ما هو مقروء ومسموع. احنا عيالنا شوية صار عندهم هاللبس، تشوفين حتى سوالفهم ورود كله لما يكلمون بعض بالتليفونات كله عن السوشيال ميديا، صارت حياتهم قاعدة تضيع. انت يا مراهق اللي من 10 سنين الى 17 سنة، الفترة هذه الشخص المراهق مثلك اللي أهله مهتمين فيه راح تلاقي صار عنده إنجاز، لاعب أسس نفسه، رسام، مصور. صحيح. ما يوصل عمر 18 مواهب. أيوة. لكن أنت قاعد تضيع وقتك في وسائل التواصل الاجتماعي في الوقت اللي نفسك وعمرك قاعد يستغلونه. صح، وهذا كله من توجيهات الأهل. هذا دور الأسرة يعني. نعم. خدش في خطوات عملية، شنو ممكن الأسرة تسوي أو الآباء والأمهات بحيث أنه يصلون إلى خلينا نقول الاستخدام الأمثل لمثل هذه التواصل لأبنائهم؟ لأن احنا نعرف التكنولوجيا على مر عمرها دائما فيها إيجابيات وسلبيات. نعم. فإحنا نبي حن نقاط عملية شنو ممكن تسوي. نعم. الأسرة احنا دائما عندنا في الجودة، أول شيء أنت إذا عندك يعني مشكلة قيمها. أنت تعرف ولدك، أنت إذا مجابل مثلا ولدك أو بنتك، إذا احنا نجابل عيالنا، أنا أعرف مستوى أشوفه إذا انعزل، إذا صار عنده سلوكيات غلط، إذا صار في عنده أي شيء أنا أقدر أميز غلط. هذا اللي هو انت تقيم وضعه. أيه. بعدين عاد تبدا تصلح. شلون نبدا نصلح؟ انت عاد انت لازم تصادق عيالك استاذي. احنا لازم أوكي. عيالنا يصيرون اصدقائنا. انا مو اشوف الامهات تسافر وتروح يعني بعد هم انا لازم اجابلهم. يعني بعض الاباء والامهات ترى ما لهم ايضا وايد بالتكنولوجيا، فيقول انا ما ادري ايش قاعد يسوي، ايش يسوي بالحاله. بس والله انا اشوف الابهات كلهم مثقفين والامهات الحين الكل مثقف. يمكن لا بس يستعينون في الاعمام ويسالون ويسالون. وانا بعد في لعبه بس ما ابي اقول اسمها الحين عشان لا انشرها. أيه. هي لعبه منتشره بين الابناء والشباب اللي هم فئه المراهقين. بعد هي لعبة تحدي بس ما راح أقول اسمها، إنه هو يطلع من البيت 4-5 أيام يعني لا أمه ولا أبوه ولا الشرطة. شنو يطلع من البيت 4-5 أيام؟ مغامرة، ويبدأ يصور وهو وينه إذا قضى الأربع أيام هذه برا البيت بدون لا يصيدونه، يعني مثلا عندهم يعني اللعبة هذه وين وصلت؟ عندنا الكويت؟ وصلت الكويت. لا لا، في فعلا في أباء وأمهات يسمحون بعيالهم أن يغيبون عن البيت 4-5 أيام؟ ما يدري. لا هو يقول لك قاعد أدوره ويدورونه ويدرون أن ولدهم قاعد يلعب هاللعبة. يعني ففي هاللعبة منتشرة طبعاً أستاذة. يعني كل شيء يزيد عن حده ينقلب ضد الهوس أو المشكلة هذه اللي هي الإدمان على التواصل الاجتماعي. نعم. وبعض البرامج تأثيراتها السلبية على المجتمع. تأثيراتها كثير سلبية. أول شيء الجودة أو الشهرة مو مقياس الجودة. مو كل شيء يلمع ذهب. صح. احنا شلون تاثر علينا في المجتمع؟ احنا قاعد ننشر اشياء تكون يمكن مو صحيحه. يعني مثلا الحين انا مثلا عندي طفل مراهق او حتى لو شاب مدمن مخدرات، هل انا ادز بالواتسابات؟ هل انا احط ولدي مراهق انشر المشكله ولا اصلح المشكله؟ احنا هذا ايوه هالسكايس، انتم قاعد تنشرون جوده وسمعه البلد مسؤوليه الجميع. صحيح.
ما أي أنشر أشهر بفلان أقول كذا، لا ما يجوز. أنت تبي تصلح، هذا مو طريق. في قوانين أكيد، في قوانين طبعاً فهذه تأثيراتها نعم. علينا إحنا في المجتمع هي قاعد تأثر علينا وقاعد تأثر على أشخاص ثانين. يعني كل شخص عنده أهله، عنده ناسه، هم يعني إحنا بعد يعني لازم إن إحنا الناس تشوفنا أو تشوف دولتنا بصورة حلوة. يعني لازم السوشيال ميديا بشكل حضاري طبعاً نعم. تنفعنا، وإحنا ما شاء الله ترى يمكن أكثر اللي برز عندنا ورود اللي هي المشاريع وشوف، فحركت شوية السياحة أكثر في الكويت لأن الكل قام طلع. يعني هم من فادتنا، يعني مو تقولين يعني انها ضرتنا، لا هم من فادتنا فتاثيراتها على المجتمع. بس لو بشويه نقلل من احنا نقول احنا ما نتكلم عن الفائده والضرر، احنا نقول الهوس المشكله نعم. هي ادمان الناس على التواصل الاجتماعي نعم. على طول تنشر الاخبار يعني ان احنا لازم نقلل من استخدامها نعم. حتى تضر العين، تضر التفكير، تخلي الانسان يكون مخاطر صحيه، ما يقدر يركز صحيح، مخاطر صحيه، مخاطر نفسيه تاثر يعني وتقلل الرضا. يعني هو انت اذا كثر ما تطالع يقلل الرضا وتقدير الذات عندك، خصوصا يمكن احنا كبار ما نتاثر بس اللي اصغر يقولك والله شوفي هذول يعني صح. اعتقادا منهم والتقليد ورود اعتقادا منهم ان الحياه عند الناس هذه يعني سعيده، وحتى بين الزوجين سعيده اللي كلها تصور يعني طبعا مع زوجها طبعا ما في حياه سعيده 100%. هذا كله تمثيل. زين استاذه جليله، انت حضرتك استشاري جوده، فقبل شوي قلنا يمكن كلمه منك للابهات، ابي الحين قبل ان اختم اللقاء كلمه للشباب بس من غير يعني انت عارفه مرحله الشباب والمراهقه نعم. من غير تنظير يعني نعم. نبيهم يحسون باللي احنا قاعد نقوله نعم. من خلال خبرتك في هذا المجال. نعم انا بالنسبه للشباب عندي مقترح استاذي انا دائما اقول اقترح يا جماعه فئه الشباب انتم استقطبوهم، يبوهم، خلوا يعني مثلا المبادره نسوي مبادره نسميها رساله الكويت للعالم، نحول السوشيال ميديا منظار الى نافع، لكن اللي يمسك المبادره شباب، المسؤولين فقط عليهم المراقبه، مثل الحين لما انا مثلا بودي عيالي رحله المتابعه او اوديهم مثلا شاليه، مو هم ينظمون كل شيء وانا بس اراقب، او بنسوي مثلا احنا بنجيب كذي احنا بنحط شيء، انا فقط اقول لهم لا 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 فلانه لا تجي ما ادري شنو، يعني دور التوجيه فقط. فاحنا الشباب نحتاج منهم مبادره، وبعدين الشباب ترى يفهمون لغه بعض استاذي طبعا. يعني الشباب انت اذا انا دخلت معهم يمكن ما افهم لغتهم هم بينهم وبين بعض، صدقني شباب الكويت لما تحطهم في مبادره كويتيه نسميها رساله الكويت للعالم ان احنا نحول السوشيال ميديا عندنا هنا في الكويت من ضار الى نافع، صدقني راح تشوف ابداعات الشباب. قدها يا عيالنا ان شاء الله. والله قدها، بس ان شاء الله بس يطبقونها يعني ان شاء الله اتوقع باذن الله. شكرا لك طبعا، يعطيك الف عافيه. وفعلا هذه رساله جميله من الاستاذه جليله، ومثل ما قلنا احنا عيالنا قدها ما شاء الله عليهم وشبابنا نفتخر فيهم، ويمكن شفنا الفعاليات اللي كانت يوم الامس واللي ان شاء الله ايضا مستمره، وفيكم دائما يمكن العشاء مثل ما يقولون والامل ان شاء الله معقود عليكم من اجل صالح هذا البلد. نشكر الاستاذه جليله الحمدان استشاري الجوده الدولي، واكيد راح نكمل معاكم في فقرات اخرى في صباح خير الكويت. ما زال عندنا ضيوفنا الكرام راح يفيدون إلينا في البرنامج، وأيضا بعض التقارير اللي عديناها لكم في هذا اليوم. خليكم معنا في صباح الخير الكويت.